أن الإنسان يقدر يكون عنده علم ويقدر الإنسان يكون حافظ القرآن ويقدر يكون الإنسان ممكن كان يصلي بالناس ويقدر الإنسان يكون عنده كم من حجة وكم من عمرة وكم من تلاوة القرآن وكم ختم من ختمة وكم صام من رمضان وكم فعل وكم فاعل وكم بكت عيناه، ثم بعد ذلك ينحرف عن دين الله ويموت والعياذ بالله فاجيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو يسميه احنا أعمل عمى الضلالات بعد الهدى. لو كان يكون إنسان في ضلال ثم يتوب ثم يولي في ضلال، المرحلة هذه اللي يكون فيها في ضلال الجاهلية الثانية أخطر من الجاهلية الأولى، لأن الإنسان كيكون يولي يعرف، كيجي تنصحه يقول لك لا لا على بالي وش كاين، يعني يظن نفسه أنه على علم ويقول لك أنا عارف وش كاين أنا، يعني وش راح تقول له على باله. لذلك أصعب إنسان باش تنصحوه هو اللي كان إنسان كان مدين وعاود فسد. ولما نشوفه بأنه كاين صحابة اهتدوا وعاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك ارتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. تصور كاين الناس تلاقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معاه وارتدوا، يعني دير في بالك باللي إمكانية الضلال كل واحد راه معرض إليها، نسأل الله السلامة والعافية. كل واحد فينا مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإيمان، ما دامت القلوب تتقلب في أي لحظة، يعني في أي لحظة راك معرض إلى الضلال. والعناية عناية الله، لست الآن لست مصليا ولا مهتديا بقوة عقلك ولا بذكائك ولا بكونك تنتمي إلى العائلة المحافظة ولا لكونك أنك جدك كان من العلماء ولا كان من المحافظين ولا كان حافظ القرآن ولا لكونك أنك تنتمي إلى قبيلة معينة أو عائلة معروفة بالتدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو كما في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعبرة بماذا؟ بالقلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. والعبرة بالنهايات، العبرة بالنهايات ليست العبرة بالآن. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا خطيرا، هكذا نقدر نسميه الحديث هذا بلي خطير 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 ومخيف في نفس الوقت. وشنو هو الحديث هذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت عليها فيكون من أهلها. وش قالوا العلماء فيما يبدو إلى الناس؟ يعني هذا خطير، يقدر إنسان حياته كامل يخدم بالخير ومع الأخر يظل يبطل صلاة، فذلك السمانة اللي يبطل صلاة يموت، يعني يخدم. ولهذا نحن الآن مطالبون بأننا نثبت على دين الله حتى يأتينا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الآن احنا ربي رح يأخذنا بالنهايات، فمن كانت نهايته حميدة أجبر أو جبر خاطره وماضيه وصار بعد ذلك من الطيبين، ومن كانت نهايته خبيثة كان والعياذ بالله مؤاخذا بنهايته. إذن احنا الآن تصور مدى خطورة الطريق. الطريق خطورته في الانزلاق ليس في الوضوح، ممكن يبين لك الطريق، هذاك الطريق تاع ربي باين وفاهمينه وين نمشيو، بصح الخطورة في الفتنة في الانزلاق، قد يضل الانسان بأي حركة منها يخرج من الطريق، أي باب يتفتح لك في الجنب وانت ماشي في الطريق، أي باب تضرب طلة ملتم تخرج ملتم تخرج. هكذا صور لنا النبي عليه الصلاة والسلام، صورنا أن طريق الاستقامة طريق واضح، وعلى جنبات الطريق ماذا؟ فتحات، أبواب. عند الأبواب هذيك البيبان هذوك اللي في الطريق كاين بيبان مسقمين وشابين، وكاين ناس يعيطوا، كاين ناس يعيطوا، شذوك اللي يبيعوا شوا في الطريق ولا يبيعوا كش حاجة ولا يبدأوا يعيطوا أرواح أرواح، كاين صال فاميليا، هذا واحد يدخل كذا يحب يدخلك تقول له أنت ما شاء الله.
كاين ناس ماشي هذوك هما، لا لا حاشا، هذوك ناس تجار ربي يعاونهم. كاين ناس في الدين، في الدين في الفتنه في دينك انت، واقفين لك على اليمين وعلى الشمال، قد يكون من هؤلاء الدعاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. ليجاوبهم ليقول لا نعم إيه، بدا يلتفت وينسى طريق يدخل فيها. نقول لك واحد الحاجة، يقدر يكون واحد من هذه الدعاة على أبواب جهنم واحد من والديك، وتقدر تكون زوجتك، يقدر يكون أولادك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماشي معناتها زوجتك خطر، نقدر نقول لك ممكن تكون زوجتك خطر، وتقدر المرأة راهي تمشي في طريق مستقيمة، يقدر يكون زوجها واحد من دعاة أبواب جهنم، يقول لها لا لا لازم تنحي الحجاب على بالك أنا شغل عندي مكانة كبيرة، وشغل صحابي يشوفوك هكذا صاص فيبا يعني يديروا علينا نظرة ماشي مليحة وكذا، معليش ديري غير هكذا خمار خفيف كذا منا، ولبسي حاجة كيما الناس، كيما الناس، كيما هذوك اللي مدخلين جهنم دخلوا معاهم، وهي تلطف بهذاك الشيء مسكينة وتروح بعد معاها. ولا الراجل نفس الشيء، تشوف زوجته حاكم منصب كذا تقول له شوف الناس، شوف فلان، شوف كذا، الناس قاعد دير، الناس كامل دير، وحنا يا رانا تايا دائما هكذا، دائما هكذا، شويه طلق شويه طلق شويه، ويبدا هو مسكين يفكر في الرشوه كيفاش يجيب كذا كيفاش يدير هذه، ويدخل في حاجه واحده اخرى. ويقدر يكون صاحبك، ويقدر يكون هذا الانسان انسان انت تظن فيه الخير، ويقدر انسان يخرج لك هذا الانسان في وسائل التواصل الاجتماعي ويقول لك احبس كيما راك، شوف معايا الفيديو هذايا، واش راح نشوف؟ اروح نوريك راك غلط، ماكش دير في هذه الامر هذا، اروح تشوف منا، وحتى تخرج معاه في الالحاد، تولي ملحد. اسم الناس اللي دخلوا في الالحاد عندنا في بلادنا كامل سببهم من؟ دعاة على ابواب جهنم، من الانترنت راح لجهنم. اذا الان الطريق هذه صعبه ماشي سهله، ممكن انت يا ذكي جدا يجوك من حيث الشهوه. ذكي يجوك من حيث الشهوه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين بأذهب بلب الرجل العاقل منكم. يعني تصور هذاك الإنسان الذكي جدا الراجل الرزين، تقدر تجي وحده ناقصة عقل جهنم ديالها تديها يعني بكل سهولة. انزلاقات خطيرة، الناس أموالهم ما خصهم شيء، يجي في يوم من الأيام يحاول تجربة في المخدرات، ملتمت طريقه، ملتمت طريق جهنم، يموت أوفردوز يسأل لا بأس عليه. إذن الناس تصور هذه كوك كامل فتن كقطع الليل المظلم، احنا رانا نمشوا في طريق واحد منا يحبسك، واحد يناديك منا، واحد يناديك منا، ما تعرف كامل من انزلاق. نسأل الله يثبت قلوبنا على دينه. شكون هو مثبتنا؟ شكون هو يخلينا نمشوا في طريق؟ شكون هو يخلي قلوبنا ثابتة؟ نحبوا الدين، أنا حابين نموتوا مسلمين، قاعدين نحوسوا على النجاة من جهنم والفوز بالجنة. شكون اللي خلانا نحبوا القدوة الطيبة؟ شكون اللي ماناش نمشوا في طريق السفاهة وحابين نتبعوا طريق الخير؟ الله الله، احنا ما عندنا حتى قفازة، ما كاش هذه قريت عند العلماء وانا 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 اونسيا وانا عندي 60 سنة نصلي و40 سنة كذا، كاين والو، وانما الثبات من الله. الله عز وجل قال: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. من الذي يثبت؟ الله سبحانه وتعالى. اذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلجأ الى الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.